سلام غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيح، لاباس كلشي مزيان ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدموا ميني بيتزا بالكفته ديال بيبي. انا درت المقله هنا تسخن فيها الزيت البلديه، غادي ندير فيها بصيله الشحار ديالنا. وتشوفوا البنات هذا الميني بيتزا، الطريقه ديالهم راه درناه في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا لا فيديو وغادي تتبعوا المقادير اللي هي عندنا فيها بصيلة مشلضة، عندنا الفلفلة، عندي فلفلة صفراء وفلفلة خضراء، عندي الكفتة، عندي هنا الزيتون مقطع خضر وكحل، عندي الفرماج حمر، عندي لاصوص مطيشة هاهي مطيباها، درت فيها جوج حبات ديال مطيشة، معلقة ديال السكر، معلقة زيت البلدية، معلقة الإبزار، شوية الملحة وحكيت عليها الزعتر. عندي هنا العطرية ملحة تحميرة شوية الخرقوم شوية الإبزار، وهنا الزعتر كيبقى اختياري. شوفوا معايا الطريقه، ندير هاد البصله ديالنا تشحر، خليو البصيلة ديالنا تنزل، من بعد غادي نزيد عليها هاديك الكفتة، نزيد عليها عفوا الفلفلة، عاد نزيدو الكفتة هي الفار. من بعد ما نزلات لينا هاديك البصيلة غادي نزيدو عليها الفلفلة، نزيدين هذيك من بعد دابا غادي نزيدو الكفته، غادي نزيدو على العطرية دابا، نزيدو التخميرة، ملحة، شوية الخرقوم، شوية الإبزار. انا غادي نحط اليوم الفراسه هادو، بعد الحشوه ديالنا هي واجده، غادي نبداو دابا نزينو هاد البيتزا ديالنا. بسم الله نبداو هكا،
نمشي معاهم بنفس الطريقة كاملين. كم بعد ما ساليتهم بهاد لاصوص غادي نديرو الحشوة اللي هي بهاد الطريقة هادي. غادي نديرو الزيتون هي هكا غادي نديرولها الفرماج بهاد الطريقة هادي. نكملو بعد ما درت الحشوة ساليتهم كاملين، دابا غادي ندير لهم الزيتون. كملوا بنفس الطريقة بحال هكا، ساهلين البنات، فيهمش التعب، فيهمش التمارة. نتمم بهذه الطريقة هذه. البنات الصراحة ضلعت هاد المربعين كيجيو زوينين، كيجيو عاطيين منظر، كيجيو عاطيين ديكور. نادم يبدل شوية، واخا نفس الحشوة، نفس الطريقة، نفس المقادير، ولكن حتى المنظر حنا في رمضان كناكلوها بعينينا. يا بغات تطرح شي سؤال البنات تخلي ليا في التعليق، انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الطريقة والمقادير كاملة. الطريقة هذه انا البنات الفرماج كيعجبني بزاف نديرو. بعد البنات هانتوما دابا غادي ندخلهم للفران من بعد ما يطيبوا. حبيباتي ها هما البيتزا ديالنا طابو، يجيو على هذا الشكل هذا هانتوما حمرين من تحت كاملين هكا، هو باقا سخونة. المهم البنات كتجيو على هاد الطريقة هادي،
اللي عجبتو الطريقه يجربها ما يبخلش عليا باللايك، وشكرا لكم بزاف، تهلاو في راسكم، باي باي.